هدي لك 5 أسماء دي 5 أسماء وكل واحد تدي له سؤال غير متوقع. أنا أسأله؟ آه أنا أسأله سؤال غير متوقع؟ هتقول تقول حاجة غير متوقعة على كل واحد من الخمسة دول. يعني إيه يعني أعمل إيه؟ قول أي سؤال كده، أي تعليق. على فكرة ده خريج إعلام، إعلام جامعة القاهرة. ها؟ تعال نجرب كده. فأنت شاطر يعني إيه أكتر مني يعني. تعال نجرب. فتقول له سؤال مش متوقع أو تقول جملة أو أي حاجة هو بقى يفهمها. يعني هو تقول لي اسمه وأنا أديله هنت مثلا في حاجة. أيوة بيني وبينه أنت مثلا. أنت سهلتها لي. ماشي. أفشة. أفشة. عم مجدي. عم مجدي؟ عم مجدي الواسطة بتاعتي. عم مجدي الواسطة بتاعتي. اه. عروستي. هو يفهم. طب عايزين نفهم. عم مجدي بحتاجه في اي حاجه هو بيساعدني، اي حاجه ما اعرفش اجيبها منين، ما اعرفش اعملها ازاي، ما اعرفش اعملها منين، بكلم عم مجدي يحلها لي. طيب هو عم مجدي لو عم مجدي قفش. اه. طب حاجه عنه ما حدش يعرفها. لا مش عارف حاجه عنه يعني، مش مفيش تفاصيل. يعني؟ اه مش تفاصيل قوي كده يعني. طيب القفشه اللي جواه انت معروف تقول له يعني. عم مجدي. عم مجدي كهربا. عندك حاجه عنه ما حدش يعرفها؟ لا ما عنديش حاجه عنه ما طب حدش قول له يعرفها. حاجه. اقول له حاجه؟ اه لا كهربا جدع واخويا البولت بصراحه ليه موقف برضو حلو معايا. قول. لما كنت بعيد جدا قعدت فتره بعيد ما بشاركش اه وبخرج برضه سكور، ونزلت ماتش اتحاد السكندري نص ساعه ليا من بعد فتره طويله جدا. اه كان بصراحه اكتر حد في الملعب كان عايز يساعدني يعني كهربا. كهرب. كان كل كوره بيديها لي الله اضيع يقول لي معلش هديك تاني جدع. انا مش هبص لحد غيرك. اه كان عايز يرجعني تاني اه لان انا كنت قعدت فتره بعيده جدا ما اه بشاركش وبخرج بقى له سكور، فهو كان اه عايز يساعدني جدع. يعني. رضا سليم. رضا سليم أسمع إنه كارثة. لا مخه تعبان جميل دمه خفيف قوي. كارثة بيقولوا ده اه لا ما مش حصلش طبيعي خف الدم ما حصلتش. مش طبيعي. ها لا رضا ليه حاجات كتيرة يعني، يعني دماغه طاقة فيها يعني. آه. مش هتقول حاجة؟ لا مش هقول حاجة عشان هو يعني طالع شوية بس جميل. جميل. اه ها من الناس إمام. اللي بحبها جدا. امام. لا مش عارف اقول له حاجه متوقعه يعني، انا هعمل ايه برضه قول مش اللي عارف. انت عايز. قول له سؤال، قول وصف، قول جملة، قول أي حاجة. اقول له وصف او جمله؟ آه. ممكن مثلا اقول له لما ارجع امام ان شاء الله ربنا يفهمني وارجع يعني يبقى بصيدي بس. آه. لان هو ما بيبصليش خالص. آه. ما بيبصلكش ما خالص؟ بصليش خالص امام. ليه كده إمام؟ مش عارف. يا نهار أبيض. إيه تويتة نبيل، الفنان نبيل حلفاوي عمل تويتة ليك؟ لا مش عارف. فين هي؟ عندكم يا جماعة ولا فين؟ هو طب انا يعني فاكرني هكون فاكرها دلوقتي يعني. قالوا لي قول له علق على تويتة نبيل الفنان نبيل حلفاوي، فولا هو فاكرها ولا انا فاكرها. لو عندكم حطوها عشان نفتكرها سوا. نعلق عليها. طيب معلش. طاهر. طاهر من الشخصيات اللي انا بحبها جدا في الفرقة اه بصراحة. طاهر يعني بصراحة برنس كده. برنس. برنس من الشخصيات اللي انا بحبها جدا في الفرقة وشخص نظيف قوي يعني. طيب انا